أيها الوحش، ماذا تفعل به؟ بل أنا أسد قريش، ولسوف يندم على ما فعل. لسوف يقتص منك خالي حمزة. حمزة على ديننا؟ علي يحميك مني. أتعاندني؟ أتعاندني وتتبع محمد؟ أتريد أن تزغي بنا قريش وتشمت بنا العرب؟ لأؤدبنك أدبا يكون عبرة لمن تسول له نفسه من بني أسد اتباع ما اتبعت. هذا ما فعله ابن أخيك وابنة عمنا خديجة. من التي تصرخ هذا الصراخ الرهيب؟ والله لن أكفر بدين الله سبحانه وتعالى لو قتلتني. هذه جارية بني مؤمل يعذبها عمر بن الخطاب. يا لابن الخطاب، أخوه زيد يؤمن بالله ورسوله وهو أشد قريش على المسلمين. والله لن أكفر بدين الله ولو قتلتني. أيتها الصارخة، سأقتلك. أيتها الصارخة، لسوف أعتقها. ما تركتك رغبة عن ضربك، بل ملالة. ليزيدك الله بعدا عنه. ويحكم ما أشد تمسككم بدين محمد، إن لذلك لخبرا. إني لأرجو أن يثوب عمر إلى رشده، فهو شديد عنيف، لكنه يحمل الخير في قلبه. آمل أن يؤمن. عمر يؤمن، ابن الخطاب هيهات. من يهده الله فلن يضله أحد، وإني لأرجو له الهداية. إن كان ذلك يرضيك فإنا صابرون. هذا سيدنكم كل يوم، اكفروا بمحمد ويحكم، لن أترككم حتى تموتوا. أبا الحكم، وقف. انظر إلى هؤلاء الصبأة، إنهم لا يتراجعون عن دين ابن أخيك. ولكن ما تفعله يا ابن الحكم يتنافى وفعل سادة قريش. لقد كفروا بديننا وخرجوا عن طاعتنا. بل إنك تعذبهم على ولائهم لمحمد أكثر مما تعذبهم على دينهم. إلى ما رميت يا أبا عمارة؟ رميت إلى أنك تعذبهم بغضا ببني هاشم وطمعا بسيادة قريش أكثر مما تعذبهم على دينهم. هؤلاء بشر مستضعفون يا أبا الحكم. موالي وأنا حر بهم. أضرب. هيا. أكاد أختنق. ومن قال لك أني سأتركك قبل أن تختنق أو تكفر بدين محمد؟ لن أفعل. وأنا لن أتركك. أبا عمارة، أما تنتهي يا نوفل؟ اسمع يا أبا عمارة، إنكم تمنعون عنا بني هاشم، فمن أسلم منهم فهو في منع، فدعوا لنا أبناءنا. ولكن الزبير بن أخت صفية ولن أدعه بين يديك وأنت أشرس خلق الله. لن أدعه يا أبا عمارة، واللاتي إني لأكره خصامك. ليس إلى هذا الحد يا نوفل، لم أؤمن بما جاء به محمد، ولكن ما تفعلونه ينوم عن قسوة لا تصف.
فسد قريش. زبير، أنت أسد من نسل أسود. ليته مات برزا يا أمه. حد يقتل عمك وخالك. ذو الكفر، لابد أن ألقك ذات يوم. أحد أحد. يا لكم كم تتحملون يا آل ياسر. أحدك ستبقى هكذا إلى أن تموت أو تعبد اللات والعزى. ستموت، ستموت أنت وامرأتك وولدك عمار، وتكفر بمحمد وتجهر باللات والعزى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. سأخذلك، سأخذلك. سينتقم منك ربك. نعم، سينتقم منك ربك. ماذا قلت؟ ويحك أسم محمدا ودين محمد. لن أفعل. ستموتين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. موتي. دمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغرى في اللوح، واسم محمد طغرى.